بالإعادة، تدخل الحارس العربي وتهيئ الكرة للاعب زيد كاروش من طرف لاعب أورلاندو، والهدف الأول لفائدة فريق المغرب التطواني، هدف رائع. بالفعل سي مصطفى، هدف رائع وجميل جدا، والملاحظ هو ان الذكاء ديال اللاعب زيد كروش، فهو في هذه اللقطه هذه ما بحثش على الـ على الـ على القوه، وانما بحث على التركيز. على التركيز، يعني اللاعب باين انه مدرب على مثل هذه الكرات.